السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. المؤمن ليس معصوما وتقع منه المعصية، لكن بعض الناس إذا أذنب جاهر بالمعصية فكبر إثمها وشجع ودل غيره عليها، فيكسب آثام من قلده واتبعه. الكل معرض للخطأ، لكن المصيبة في المجاهرة بالمعصية، وجعل المنكر ثقافة مجتمع وأمر طبيعي. وإذا كان المنكر أمر طبيعي، فإن المرحلة التي تلي قبول المنكر هو أن الذي لا يفعل المنكر ولا يرضى فيه، مثلا لا يحضر الحفلات الماجنة، مواطن الخنا، لديه مشكلة وتشدد، لأن المفاهيم انقلبت والفطرة السليمة تلوثت. المجاهرة بالمعصية سبب لكثرة الخبث وهلاك الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي كل الأمة أهل للعفو والمغفرة إلا المجاهرين. والمجاهرة بالمعصية نوعين: إما يفعل المعصية أمام الناس، أو يفعلها بالسر لكن يجاهر بها ويتحدث عنها، وهذا الذي قيل فيه: يبيت يستره ربه ثم يكشف ستر الله عليه. الله عز وجل ستره ولم يفضحه، لكنه كشف ستر الله عليه. المجاهر بالمعصية إمام من أئمة النار، قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. المجاهرة بالمعصية حرمان من العفو، وهي دعوة للمنكر. من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. لا تكن ممن إذا مات تتوقف حسناته وتجري سيئاته. من ابتلي بشيء من المعاصي فليستتر بستر الله عز وجل. إذا وقعت بمعصية تب إلى الله واستغفر، ولا تخبر بها أحد، فالناس تفضح ولا تعفو، والله يستر ويغفر. أبواب التوبة مفتوحة وفضل الله واسع. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.